الدوري الانجليزي لكرة القدم. الكرادي فن ولعب كبير، السنة اللي قال دي مدرسة، فاوروبا الدوري تعيش معاه، اتفرج بقى على الاستاذ. تحليل خطير مش اي كلام، مع ميدو سيف وحازم امام، يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز اوف فانتسي ولع نار. اهلا بيكم وحلقه جديده من ستارز اوف فانتسي. هو اهم حاجه ان هي حلقه بعد 3 شهور، يعني الحلم الحقيقه بيتحقق والكوره بترجع تاني. ميدو مساء الخير. مساء الخير يا سيف. وحش حبيبي يا سيف. عامل ايه؟ الحمد لله. كنت متوقع ان ممكن نقعد السنه دي القعده دي؟ لا طبعا، في الاعداد في الاول والاعداد اللي كانت بتزيد في الاول في انجلترا وكده، قلت ممكن يخافوا ان هم يرجعوا، لكن واضح ان الناس. بس انت من الشخصيات اللي شقلبتني كتير. يعني مكالمه انسى سيف الدنيا راحت خالص، مكالمه الدنيا كويسه جدا. مكالمه ما انا بتابع كل الحاجه. هم كانوا انت بتتابع يعني على حاجات مختلفه ولا؟ لا نفس الحاجه. هم في الاول كانوا في نيه ان مفيش اي حاجه ترجع، بعد كده لقوا ان الدنيا هتبوظ فرجعوا كل حاجه. بس انت اجراءاتك هي ولا يعني ايه؟ يعني لسه قافل انا زي ما انا، مفيش قصه. طبعا يعني كابتن حازم امام اجراءات بقى، مفيش حاجه يعني ما حسش ان في حاجه عدت عليه. ليه الكمامه وال يوم ايه الساعه؟ كحول على طول. الحمد لله كحول ماشي كويس. كميه كحول وحشنا. تعالى ازيك يا سيف؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ ربنا يخليك. كله تمام؟ نغيب ونغيب وترجع بتيشيرتات احلى حاجه في العالم. مفيش هزار والله العظيم. بس الباي فارق، الباي والتراي فارق معاك. بس التيشيرت بس ما شاء الله يعني. والله تغيب تغيب وتطلع بحاجه حلوه. بس لازم تغير التيشيرتات لان صدرك خلاص ابتدى يطلع في التيشيرت. دي انت بتعاطف معاه في ايه؟ يعني التيشيرت بتعاطف معاه في ايه؟ لا انا شايفه حلو. والله حلو. والقميص رائع. الحمد لله. والله. يلا نبتدي من ليفربول. خلاص قرب اعتقد. خلاص 6 نقط. بكره لو مانشستر تعادل مع ارسنال او خسر من ارسنال وكسب هو ماتش ايفرتون، ماتش ديربي طبعا، خلاص خد الدوري. وهو يعني انا متهيألي مساله وقت. يعني ليفربول السنه دي احسن من جميع المقاييس، يعني فرقه بتكسب كل الناس الكبار الصغيرين لغايه اخر ماتشات، في اخر دقائق بيجيب اجوان في ماتشات كبيره، مستوى ثابت. يعني انا شايف بصراحه الاحق والاكثر استحقاقا لبطوله الدوري السنه دي ليفربول. ما خرجش في نقط خالص تقريبا، على عكس مانشستر سيتي المنافس بتاعه السنه دي في اسوأ حالاته، يمكن اقل موسم لجوارديولا من ساعه ما جه في انجلترا. يعني ميدو برضه اتكلمنا عن الاجراءات، شايف الامور سهله ولا صعبه؟ الناس المشهد برضه مش عارف يعني ضبابي. يعني هو قال لك مفيش، مش هيبقى في اكتر من 300 واحد في الملعب، مفيش لعيبه، مش هيبقى في بصق على الارض او تحدي اللعيب يتف على الارض. وانا شايفها دي هتبقى صعبه جدا، لان ده صعب قوي. دي هابت، حاجه اللعيبه متعوده عليها. لو مع الجري الصيفه بتزيد في جسمك يعني حاجات، يعني في حاجات هتبقى سهل ان هي تعمل، حاجات لا. لكن احنا شفنا عندنا تجربه الدوري الالماني والدوري الاسباني ابتدى يرجع. الانتنستي او الانتنستي يعني القوه النفسي، حتى الكرات المشتركه يعني النديه اقل بشكل كبير جدا. كله قلقان يعني؟ لا خلي بالك ان انت اللي انت بتعمله بره الملعب بتاخده جوه الملعب، يعني لان في الاخر ده حاجات بتتبني جوه مخ. انت خلاص اوريدي دلوقتي ابتديت اوتوماتيك ان انت لما بتشوف حد حتى لو حبيبك قوي ما بتقربش، ما بتسلمش عليه قوي باستثناء حازم يعني. فانما ده بيكون حاجات تسبق له 50 سنه. لا بس حقيقه ده جوه الملعب، يعني يعني نفس الكونتاكت اللي موجوده مش موجود. مش موجوده. وعلى فكره كل الاحصائيات بتقول على سبيل المثال الدوري الالماني في ال3 اسابيع اللي اتلعبوا ان نسبه الكرات المشتركه والعنف قل بشكل كبير جدا. وده ممكن ياثر على حلاوه الكوره؟ طبعا مفيش كوره من غير جمهور. يعني يمكن احنا في مصر للاسف بقى لنا فتره كبيره تعودنا نتفرج على ماتشات من غير جمهور، لكن انت خلاص اوتوماتيك عينيك لما بتتفرج على ماتش في اوروبا من غير جمهور تحس ان في حاجه غلط. مع كل بقى الساوند افكت اللي بيعملوه كل ده، طبعا حاجات مساعده بيحاولوا ان هم يعملوا اتموسفير للجيم او جو عام كويس للجيم، لكن الكوره من غير جمهور ما تنفعش. برضو من كلام ميدو ان الكوره من غير جمهور ما تنفعش والناس مش متعوده عليها، هل ده يفرق في اداء ليفربول برضو اللي احنا بنشوفه؟ اكيد هيفرق. يعني شفت الدوري الالماني بقى عامل، يعني بتتفرج على الدوري الالماني فلات ميت. فلات صح، ميت. يمكن الدوري الاسباني عاملين الافكتس دي اللي ميدو بيتكلم عليها لذيذه شويه، يعني وانت قاعد بره بتتفرج على الماتش سامع صوت عاملينها صحيح طريقه صارعه ان هو لما الكوره بتقرب للجون او هجمه بيعمل صوت الجمهور اعلى شويه. بس اللعيب مش حاسس حاجه يعني بقول لك احنا كمشاهدين، لكن طبعا اللعيبه هتفرق معاها جدا جوه الملعب. يمكن شفت حتى ماتش برشلونه ولا ماتش ريال مدريد في يعني مع الدوري الاسباني، مش الالماني كان، الاسباني احسن شويه من الالماني، برضه تحس الماتش حتى لما حد يجيب جون مفيش الفرحه اللي هي بتاعت جمهورك ورايح للجمهور. طبعا اكيد بتفرق.
بس انت في الاخر هي شغلانه لازم تشتغلها. ده بالنسبه لي يعني اقتصاد مهم في الدوله وكره القدم، فبالتالي وصناعه مهمه جدا، وبالتالي لازم تاديها بغض النظر. زي مثلا الشركات الكبيره يقول لك هننزل نص العمال، هننزل نص اللي بيشتغلوا، لكن لازم الامور تشتغل، عشان هو واخدينها بهذا الشكل. هي صناعه فلوس كتير جدا ناس تخسر، فبالتالي لازم تشتغل. اه مش هتعمل، مش تبقى 100% زي الاول، بس على الاقل بتنزل 50% في شغلك يعني. المهم بس انك الاجراءات دي تطبق كويس، تعمل كويس. وده اللي يعني انت لما تيجي في اول كورونا الناس كانت بتتكلم على عزل الفرقه كلها وتقعد في منطقه لوحدكم خالص، دلوقتي لا خلاص كل الناس بتعمل الاختبار كل 3 ايام وتنزل الملعب وتشتغل وتحط، ما بقاش بقى فيه اللي يجيله لا قدر الله كورونا بيتعزل لوحده، مش الفرقه كلها يعني. كل ما الوقت بيعدي في الكورونا سيف، كل ما في حلول بتطلع اسرع واحسن يعني. لو كلمنا بقى على المنافسه في المقدمه، زي ما قلنا بعيده المنافسه في مؤخره الجدول هي اللي هتبقى صعبه شويه جدا. بتتكلم على نورويتش، نورويتش تحت، وبعد كده بتتكلم على برايتون، واستون فيلا، كمان استون فيلا، بس استون فيلا عندهم ماتش ان هاند هيلعبوه، لو كسبوا عندهم 28 نقطه. تتكلم على ويست هام، بتتكلم على واتفورد، بتتكلم في عدد فرق كبيره جدا، بورموث كمان، بورموث كمان كويسه جدا. بتتكلم في خمس فرق على الاقل. موقفهم صعب جدا. اللعيبه بره برضو سيف، رغم تاثرهم نفسيا بشكل كبير جدا بالكورونا زينا كلنا، الا ان هم ستيل بروفيشنال. التكنولوجي وعقليه اللعيبه هتساعد ان اللعيبه مش تبقى 100%، بس مثلا هتبقى 70% 75%، ان هم دلوقتي في عن طريق البروجرامز اللي معموله زوم وبتاع، ان بيبقى فيه فيتنس كوتش قاعد. شفنا مورينيو وتوتنهام قاعدين بالعجله قدامهم اللعيبه بتوعهم على السكرين. دلوقتي فيها سيف كمان بريسلت اي لعيب بيلبسها بيعمل لك الهارت ريت واللعيبه اشتغلت قد ايه والعدد. كل دي حاجات هتساعد اللعيبه ان هي تبقى فت اكتر عن مصر عندنا طبعا بشكل. بس كل ده كل ده حاجه والكره حاجه مين طبعا. بس انت خلي بالك، انت ايه البيزك فيتنس، الفيتنس الاساسي اللي يساعدك بعد كده ان انت تبني عليه. بتكلم في ايه، الناس في مصر بتقول، الناس بتتريق على المدربين اللي بتقول ان في مصر مثلا ان اللعيبه محتاجه على الاقل شهرين. فبتقول لك الناس بره يا عم في 3 4 اسابيع رجعوا. لا، المدرب خد الفرقه بره لعيبه عندها فتنس اساسي معين مبني بشكل كويس، يقدر ان هو يبني عليه في اسبوعين ثلاثه ويعمل ماتشين والدين ويبتدي يشتغل. انما انت هنا بتاخد من سكراتش، بتاخد من تحت خالص. انت عندك هنا في لعيبه ولعيبه كبار. ليله الماتش بالليل بيجيب حمام وبيجيب بتاع، ليله الماتش بالليل وسمك وبتاع يعني. انا عمري انت شيكابالا هو اللي كان بيحاول ان هو يجيب حمام. وانت كنت بتجيب حمام معانا؟ لا عمرك ما جبت حمام؟ لا ليله الماتش لا. بس انت كيف حمام اصلا يوم الماتش الصبح؟ كنت قبل الماتش كنت بعمل حاجه، كنت بعمل حاجه قبل الماتش بساعتين بالظبط. انا كنت بخرج ليله الماتش انما عمري ما اجيب اكل. انا كنت اخرج وارجع. كابتن حازم كان يستناني في الريسبشن يطمن عليا. يطمن عليك الحمد لله. انما حمام لا. يطمن عليك ليه؟ انت جاي من العراق. فاكر يعني يطمن عليك ليه؟ ان انا يعني راجع سليم. فاكر قبل ماتش، قبل معسكر مالي مع كابتن جوهري؟ لا مش مالي، كان معسكر كان معسكر 2004 مع كابتن مصطفى صالح. لا غير ده، ما ده طبعا ده ليه حكاياته ده. لا انا بتكلم كابتن جوهري لما راح لقاك على قاعد في حته انت وابراهيم سعيد. كان قبل معسكر. لا كنا في معسكر، كنا في معسكر احنا مسافرين. كنا قبلها. كنا انت بتعمل ايه انت وابراهيم؟ كنت قاعد بشيش انا وابراهيم. لا وبعدين دخل كابتن جوهري لقى ابراهيم كان لميدو في الحمام، ولا انت اللي كان ابراهيم في الحمام وميدو اللي قاعد؟ لا فما شافش ابراهيم، ما شاف ميدو، قال له لا دي شيشه ابراهيم سعيد. الله عليك سلمته. شغل برضه زمن غير الزمن. يعني العقليه اللعيبه دلوقتي بره بالذات احسن. ودلوقتي برضه في تهالي وجود السوشيال ميديا وان كل حاجه بتراقبها بشكل اكبر، خلت اللعيبه ان هي عندها فريم معين ما تقدرش انها تخرج بره منه. طيب هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم على الفنيات بقى والمواجهات القادمه في الدوري الانجليزي بعد الفاصل. حاسب يا عم انت مش شايف البتاع ايه ده؟ كابتن حازم اهلا يا جماعه، بسرعه الكابتن هيمدي لي على الجبس. سلامتك افرداسك؟ دول جيران حضرتك بعد ما شافوا الفاتوره، تقولش انا اللي بشغل لهم تكييفاتهم؟ ما تقول لهم يا كابتن يجيبوا ال جي زيي. وانت جاي لي هنا عشان كده؟ انا جاي اشتري ال جي بالدول انفرتور. قال يعني ايه يا كابتن الدول انفرتور ده؟
اقول لك ايه الاسرع، تشتغل بايد واحده ولا بايديك الاثنين؟ الاثنين طبعا. هو ده الدول انفرتر كومبريسور، يشتغل اسرع ويبرد اسرع فيوفر في فاتوره الكهرباء وبينقي الهواء بالبلازما ايونايزر. تكييفات ال جي بايدين اثنين واي تكييف تاني بايد واحده. بالظبط. سوفونير بقى كابتن على الجبس. القلم يا مستعجل يا مغاوي، خليها في ايدك التانيه بقى. يا كابتن القلم يا جماعه، ما قلنا هاتوا قلم. تكييفات ال جي بالدول انفرتر، تكنولوجيا توفر. It's time to time to think outside the box. ده الوقت اللي لازم تظهر فيه نقط قوتك. It's time to give back some love. ده وقت الاكل الصحي. ده وقت اللعب. ده وقت الرياضه. It's time to stay fit. It's time It's time to bring your inner child. It's time to stretch your limits. Run and clear your mind. ده الوقت عشان تفصل. It's time to create. To change. To connect. جه الوقت انك تطلع طاقتك. ان احنا نفكر بره الصندوق. جه الوقت اننا نتصرف. ده وقت الروح. اللي نخلي فيه بالنا على نفسنا. It's time. طيب رجعنا لكم تاني كابتن سيف، يعني مش هيكمل معانا الحلقه، فانا وميدو هنكمل الحلقه. ميدو حاجات كتير هنتكلم فيها يمكن وقت كبير جدا جدا، وزي ما قلت في اللينك الاولاني على الدوري الالماني وشفنا الدوري الاسباني، الدوري الانجليزي هيرجع بماتشات قويه، يعني ارسنال مانشستر سيتي او مانشستر سيتي ارسنال. تفتكر الماتش ده هيكون في كوره؟ خصوصا جوارديولا من اكتر الناس كانش عايز الدوري يرجع، ووالدته توفت بالكورونا وعنده حاله مش يعني مش مبسوط بالعوده وكده. نفس الشغف اللي عند جوارديولا ودايما على طول عايز الماتش، تفتكر يكون موجود الماتش ده يكون كويس؟ يعني طبعا بيتهيألي هيبقى ماتش صعب على جوارديولا ومان سيتي، مش عشان خاطر امكانيات لعيبه ارسنال ولا لكن عشان ارتيتا حافظ جوارديولا كويس جدا. ارتيتا اشتغل معاه ثلاث مواسم كاسيستنت، ودايما لما معاك مساعد شغال معاك بقاله كتير بيبقى حافظ كل افكارك. وعارف نقطه الضعف بالظبط، فهيحفظ لعيبته كويس جدا، ودي نقطه في رايي هتبقى نقطه مهمه جدا في نتيجه الماتش. انا برضو مؤمن ان مهما اللعيبه حاولت تعمل ومهما الناس حاولت تعمل، عدم وجود الجمهور هياثر على الانتنسيتي وعلى السرعه بتاعه الماتش والتيمبو بتاع الماتش اللي بيتميز بيه البريمير ليج. ماتش صعب جدا، انا متوقع ان هم يتعادلوا. برضه في ديربي ميرسي سايد ليفربول وايفرتون، الماتش ده دايما طول عمر ماتش مهم وماتش صعب وماتش قوي جدا، وكان يمكن رابطه الانديه قالت مش هتلعب الماتش في ليفربول عشان الجماهير ممكن تبقى بره، وخلاص هيتلعب في ليفربول. شايف برضه الماتش ده ممكن يبقى شكله فاتر وفلات زي ما بتقول، ولا هيبقى ماتش برضه فيه النديه وفيه قوه؟ لو ارسنال كسب السيتي هيبقى ماتش نار، هيبقى ليفربول هينزلوا هيموتوا نفسهم ياخدوا الدوري يعني. وقيمه كبيره جدا ان تكسب الدوري في جودسون بارك، تكسبه في ملعب ايفرتون الغريم التقليدي ليك، هتبقى حاجه للتاريخ بالنسبه لليفربول ان هم يحسموا الدوري، زي لو فاكر دوري اللا هزيمه بتاع ارسنال كسبوه في ملعب الوايت هارت لين. ولغايه دلوقتي لعيبه ارسنال بتقول لك احسن حاجه في الدوري ده ان احنا كسبناه في اللين، كسبناه في ملعب توتنهام واحتفلنا في ملعب توتنهام. فعلى حسب نتيجه ماتش توتنهام وارسنال. طبعا انشيلوتي ذكي جدا في الماتشات الكبيره بالذات، يعني شفنا الماتشات بتاعت السنه اللي فاتت بتاعت نابولي وليفربول، ما كانش أوي. كان ماتشات صعبه جدا، وكان بيعرف ازاي يقفل على ليفربول، بيعرف ازاي ان هو بس نابولي لعبته مختلفه طبعا بس يعني اسلوب اللعب نفسه حازم، ان شفنا ازاي السنه اللي فاتت بنابولي ان هو كان بيروح يضغط فوق على لعيبه ليفربول ما يخليهمش يبداوا الهجمه بسهوله، بيوجه الضغط كويس جدا، عمل لهم مشاكل. تقدر بلعيبه الكواليتي بتاعتها اقل ان انت تنفذ على الاقل 70% من افكارك. يعني ان انت بالذات دفاعيا
يعني تقدر دفاعيا هجوميا الكواليتي بتاعت اللعيبه اللي بتفرق انما تقدر ان انت تنفذ افكارك حتى بالكواليتي لعيبه اقل. انا تابعت ايفرتون كويس جدا قبل التوقف من اول ما انشيلوتي مسك فرق في تحسن كبير جدا فرق كبير جدا وده بيوريك قيمه المدرب ان المدرب لما يكون مدرب ذكي ومدرب الناس كلها بتحترمه ويقدر يعمل شغل كويس. يمكن في كلام كتير على فيرنر ان كان كلوب عايزه في ليفربول وبعدين نظرا للازمه الماليه هو بقى اقرب لتشيلسي. يعني فيرنر بيتكلموا عليه بقالهم سنتين ثلاثه في المانيا بيلعب منتخب المانيا دلوقتي بشكل كويس جدا شايف هيبقى فعلا هو النجم القادم بقوه في الدوري الانجليزي هو اللي هيفرق مع تشيلسي لما يجي لو كان جه يعني ولا كان احسن ولا هو هيبقى عادي زي اللعيبه عدت وخلاص خصوصا جسمه صغير هو لعيب مش قوي هو لعيب يعني بس سريع جدا سريع وبيجري في ظهر الديفنس اي لعيب في انجلترا بيعرف توران ذا شانلز وبيجري في ظهر الديفنس كويس وبيستلم الكره في ظهر الديفنس يقدر ان هو يعمل مشاكل في البريمير ليج. تشيلسي عندهم سبير عندهم فلوس متخزنه كويس جدا لو ان هم كانوا معاقبين من المعاقبين من الويفا بقى لهم 2 ترانسفيرز ما بيقدروش يعملوا اي انتقالات فده كان حامي لامبرد شويه خلي بالك كان ميزه لامبرد اداله فرصه ان هو يلعب لعيبه صغيره لكن في نفس الوقت كان شايل البريشر من عليه لان انا ما عنديش لعيبه خسرت لعيبه مهمه زي ايدن هازارد وماشي كويس رابع يعني مش بالظبط يعني. الفتره اللي جايه والحقبه اللي جايه في تشيلسي مع لامبرد مختلفه يا اما تبقى قد الصرف اللي انت هتصرفه وتتحمل البريشر ان انت تبقى منافس مباشر على البريمير ليج يا اما لسه الخطوه دي محتاجه وقت منك. انا بشوف لامبرد مدرب كبير يعني تابعت ماتشات لديربي كاونتي كذا ماتش حتى مع تشيلسي بالامكانيات الاقل نسبيا من الفرق الثانيه ماتش كويس وبيلعبوا كره كويسه جدا دايما محتفظ بالايدنتيتي والهويه بتاعته حتى في الظروف الصعبه بيتعامل مع الميديا كويس جدا وهدوءه في التعامل مع الميديا والجمهور كمان يا ميدو انا مش هنسى يعني اول بدايته في الدوري الانجليزي لما كان خسران من ليفربول في السوبر وجي اول ماتش في الدوري خسر تقريبا 4 من مانشستر يونايتد فولت رافورد هناك كان عنده بعديها الماتش بقى اول ماتش في الموسم عنده في ملعبه استقبال الجماهير ليه وهو خسران 4 من مانشستر وخسران السوبر كانه واحد كسب الدوري عازم لو الناس في ظهرك لو في تشيلسي لو تشيلسي مش هيقدر يعني برضه مهما يكون هو برضه محتاج جماهير الجماهير بتفهم ودي مهمه وعي الجمهور ان انت مش خسران اول ماتش في الدوري 4 من واحد منافس تقليدي ليك تخسر 4 وتيجي تلاقي الناس مثلا يا عم بقى انت ما عندكش فكره يا عم غور يا عم انت جايبين واحد ضايع لا الناس نازله ببانر كبير جدا بصورته من فوق لتحت وكل الناس بتشجعه لان اول ماتش ليه في الملعب طبعا وعمل موسم يعني عمرك ما تقارن ابدا المسانده الجماعيه مهمه طبعًا. جدا عمرك ما تقارن كابتن حازم واحد عنده رصيد كلاعب مع الجمهور ومدرب تاني ما عملش نفس الرصيد ده يعني شفت رافا بينيتس لما راح تشيلسي ولخبط من اول يوم الانترن من المدرب المؤقت انت جاز انما لما راح ريال مدريد نفس الكلام ما كانش موفق لو تفتكر مثلا فيالي لما مسك تشيلسي از بلاير مانجر يعني ومسك كان وقت صعب جدا وكان تشيلسي بيمر بظروف صعبه جدا جمهور تشيلسي فضل واقف وراه لان هو بالنسبه له ده فيالي اللي اختار ان هو يجي تشيلسي عن انديه ثانيه كتير وبتاع فما بالك لامبرد كل الارقام القياسيه للعيب في تشيلسي بالنسبه بقى كلها مع فرانك لامبرد مع انه مشي وراح مانشستر سيتي اخر سنه في حياته بس ده يعني وجاب جول في تشيلسي على فكره في اوروبا في لا في 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 حاجات معينه يعني ما بطلش مثلا زي مالديني مثلا زي توتي ما بطلش مش الوان مان مش الوان كلوب مان يعني بس هو اصلا من وست هام يعني مش من يعني انت بص مثلا اياكس بيحترم وبيقدروا كرويف قد ايه رغم ان كرويف اعتزل في فاينل اخر سنه هيبقى في فاينل لكن ما تقدرش تسحب تاريخ حد عشان خاطر في وقت معين ممكن يكون كان اياكس ساعتها مش عايزينه يعني ممكن يكون اكيد ان حاول يرجع اياكس ما اقدرش اقول ان الكلام ده الافكار دي ممكن تطبق في مصر صعب جدا ما تقبلوش الموضوع لا ما تقبلوش الموضوع ده ولا انا نفسي يعني انا بالنسبه لي مثلا لو لعيب في نادي الزمالك لعب مثلا طول تاريخه في نادي الزمالك وجه لعب حتى 6 شهور في الاهلي ما اقدرش ان انا كراجل زملكاوي اقدره كلعيب كوره بالنسبه حتى لي حتى لو الزمالك هو اللي قال له مش عايزينه حتى لو الزمالك قال له مش عايزه حتى انا ده بالنسبه لي بتكلم كراجل زملكاوي قاعد في المدرج ما بتكلمش يعني مش هقدر ان هو بالنسبه لي ان هو يكون زيه زي اللعيب مثلا يعني ما اقدرش مثلا مع احترامي مثلا لو ذكرت اسماء مثلا كراجل زملكاوي مثلا ما اقدرش ان انا مثلا يبقى بالنسبه لي طارق السعيد زي عبد الحليم علي رغم ان عبد الحليم علي الزمالك قال له لا صح وطارق السعيد الزمالك قال له لا بس طارق اختار ان هو يروح يلعب في الاهلي كل الاحترام ليه والتقدير ليه كشخص كراجل انا بحبه كزميل قديم وبتاع لكن كزملكاوي لا مش زي عبد الحليم فاهمني قصدي ولا لا وعلى فكره كل وطبعا
فايس فيرس. اه الناحيه الثانيه هي هي يعني ان اللعيب اللي في لعيب بيتقال له لا او يقول لا شكرا خلاص انا هبطل هنا او هروح نادي ثاني ما يبقاش منافس مباشر ما فيهاش مشكله، انما تروح للمنافس المباشر انا في رايي في بلادنا بالذات تبقى خساره كبيره جدا. طب خلينا اخر حاجه مين مساله يعني ال 20 فرقه في الدوري تفتكر ممكن الفترة اللي جاية حد يختلف، حد من اللي تحت هتلاقيه طلع لفوق، حد من اللي فوق هتلاقيه نزل لتحت، المستوى هيفرق، في حد هيعمل بومينج مثلا ان كان بوزيتيف او نيجاتيف؟ انا في رايي ان مانشستر يونايتد، قول لي اسامي كده يعني تفتكر مين من الانديه اللي ممكن يبقى فيها تباين شويه؟ ما فيش كتير يعني، انا حاسس ان واتفورد ممكن ينطوا. واتفورد دلوقتي عندهم 27 نقطه، انا حاسس انهم هيكملوا هيبقوا في الميد تيبل لان فرقه كويسه جدا مع نايجل بيرسون، مدرب محترم ومدرب عنده خبرات كبيره جدا، وهو اوريدي قبل التوقف كان ماشي كويس جدا، وعندهم لعيبه كويسه. برضه لغز مستهام جايب لعيبه كبيره ولعيبه قويه جدا وشايل فلوس كتير لعيبه. حازم مستهام خسروا الهويه بتاعتهم لما مشيوا من ابتون بارك في رايي يعني ان 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 النادي الاستاد التاريخي بتاعك اللي انت كان الاتموسفير بتاع، انا لعبت في وست هام وعارف في وست هام الملعب نفسه مرعب لان في ستاندنج صغير وملعب مرعب وملعب ملعب كان هو دي قوه وست هام. لما راح لندن ستاديوم، خلي بالك لندن ستاديوم ده عارف زي ايه ولا لا؟ لندن ستاديوم ده الملعب اللي هو الملعب الاولمبي اللي اتعمل عشان الاولمبيك جيمز في 2012 في لندن. ملعب ملوش، ملعب لسه مبني يعني فاهمني، ملوش اتموسفير، ملوش. انا رحت ملعب لندن ستاديوم ده تحس ان مستهام غرب فيه يعني عارف بالظبط زي ايه؟ زي ما الزمالك مثلا يروح يلعب في الدفاع الجوي. فاهمني قصدي ولا لا؟ المركز الاولمبي بالظبط اللي هو يعني حاجه يعني معموله حاجه كانت لحد بالظبط. فده اثر عليهم بشكل كبير. مهما جبت لعيبه انت محتاج ال الهويه بتاعتك. بس برضه اللعيبه في الاخر بتلعب كوره، انت جايب لعيبه كويسه، جايب منافسه كبيره جدا. انا مش بتكلم ان تاخد بطوله ولا تطلع السابع حتى، بس انت خلاص تنازل على الهبوط. شايف ان ممكن في السبع ثمان اسابيع اللي جايين دول يزق ولا ممكن يوقع فعلا؟ مش هينزل يعني، عندهم تو ماتش كواليتي ان هم تو جيتر اللي جايتد ما مش هينزلوا. لكن الفرقه اللي انا حاسس ان هي هتعمل طفره كبيره واتفورد في الفرق اللي تحت ان هم يقدروا ان هم ينطوا ويبقوا بعيد عن عن الحته دي. معلش اخر سؤال افتكرته دلوقتي برضه، نيوكاسل بيخش في ايرا جديده بقى خلاص من الموسم القادم، لازم الاول ياخدوا الابروف بتاع بريمير ليج. مش خدوه؟ لا لسه ما اتخدش بشكل رسمي يعني. لو خدوا الابروف بتاع بريمير ليج، وده متوقع، كل حاجه بتقول ان هم ياخدوا الابروف بتاع بريمير ليج، نيوكاسل نادي عنده كل الامكانيات ان هو عنده فان بيز كبيره جدا، ناس بتعشق كره القدم، ناس مجانين كوره. لو معاهم بقى الفلوس والامكانيات الماديه الهائله اللي هم بيقولوا عليها، هيبقى ايه بقى بيج 6 بقى ولا بيج 7 هناك مش بيج 4؟ هيبقى هيخش خلاص في الحته دي. وبعدين واسمه مش هيكمل معاهم ستيف بروس؟ لا 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 صعب. لا لا مع انه بقى محبوب دلوقتي، هو يعني سيف اول السيزون كانش طايقينه، وبعدين بعد كده نتائج كويسه جدا. ستيف برضه نفس النقطه اللي احنا بنتكلم عليها، ستيف بروس از جوردي ده اللي هو من نيوكاسل. لكن هو في وقت ان لو جاله اوفر من نيوكاسل وساندرلاند ان هو يمسكهم، وساندرلاند راح رايح ساندرلاند، فجمهور نيوكاسل بالنسبه لهم بقى اول اسبوعين في الدوري كانوا بيصفروا عليه وعايزين يطلعوه بره. هو بالنسبه لهم ان ده راجل خاين، ان هو راجل يعني كان ان انت راجل من نيوكاسل وتروح ساندرلاند مكاننا، ده حاجه يعني انت كده يعني راجل خاين. ابتدوا يسامحوه شويه، وستيف بروس كان ذكي جدا في التعامل مع الميديا وان هو بالراحه وان هو يمشي الامور بالراحه مع مساندت طبعا الباندتس الانجليز كويس قوي ومع جماهير ومع نتائج كويسه. بصراحه عمل نتائج كويسه على فكره. عايز انا اقول لك المهم جدا في انجلترا كمدرب ان انت تنجح، ان التي في باندتس اللي في الاستوديو من الليجندز بتوع النادي يبقوا في ظهرك. يعني اللي وقع مورينيو في وقت من الاوقات ان سكولز كان بيخبط فيه وان كان كين بيخبط فيه، وكان ده بيأثر بشكل. الناس تقول لك جاري نيفل، الناس تقول لك ان القيم المحللين هو بيحلل بس، لا ليه تأثير على المدرج. ستيف بروس في ظهره الان شيرر على طول، في ظهره الان شيرر ليجند في نيوكاسل على طول، لا لازم ياخد فرصه، لازم ياخد كذا، لازم ياخد كذا. فده خلاهم. وبرده نفس الكلام مايكل اوين، مش ليجند زي شيرر برده، بس على طول بيتكلم بشكل كويس على على الـ على الـ. ودي برده نقطه مهمه بتكلم فيها قيمه المحللين. المحللين مش قيمته ان هو بيقعد يقول رايه في الاستوديو بس، هو بيأثر على مدرج. لان اللي بيبني تاريخ برده على مستوى اللاعب لما بيقعد في استوديو بيبقى مؤثر بشكل كبير. فده اثر مع ستيف بروس بشكل كبير. صح. ميدو بشكرك، شكرا جزيلا، نورتنا، ومرحبا، مبسوط نرجع تاني للستارز اوف فانتسي والدوري ان شاء الله. العجله تمشي ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله وهتمشي في مصر كمان، هنتكلم عليها في الحلقات الجايه باذن الله. شاكين عالمي حبيبي يا زلمه.
الحلقه خلصت، الحلقه الجايه الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله. الدوري الانجليزي لكره القدم السنة اللي قال دي مدرسة فأوروبا الدوري تعيش معاه اتفرج بقى على الأستاذة تحليل خطير مش أي كلام مع ميدو سيف وحزم إمام يعني الموضوع ما فيهوش هزار ستارز أوف فانتازي